انا حاسه ان حياتي انتهت من يوم ما بابا مات وانا مش عارفه اعيش. هو اللي كان بيعمل كل حاجه، ما كنتش باخد اي قرار في حياتي من غيره. انا كنت بحكي له لو اتعلقت بولد وما بحكيش لمامتي، وللاسف ما فيش حد عايز ياخد مكانه. هو ليه ربنا ما سابه ليش؟ اكبر جرم بنرتكبه في حق اولادنا ان احنا نمنعهم ان هم يعيشوا الحياه ونعودهم على الاعتماديه. زي ما حياتنا فيها ضغوط مستمره، كمان فيها فراستريشنز، فيها صعوبات بنواجهها ومضطرين نواجهها طول ما احنا عايشين. لما بمنع ابني ان هو يجرب بنفسه، انه يغلط، انه يتعلم من تجربته هو ومن اخطائه هو، بمنعه انه يعيش الحياه الطبيعيه، وبخليه معتمد عليا زي العكاز بالظبط، لا بيعرف ياخد قرار ولا بيعرف يفكر غير بيا. محتاج في مرحله من المراحل اني افطم نفسي من المشاعر دي. مرحلة فطام المشاعر ده هو الحل الوحيد للاعتمادية. محتاج استوعب ان جميع العلاقات في حياتنا مؤقتة، مهما كانت مستمرة ومهما كانت غالية هتنتهي، اما بالبعد او لا قدر الله بالوفاة. عشان اواجه الحقيقة دي محتاج استوعب من نفسي اني لازم اقف من اول وجديد، واعرف ازاي اتعامل مع مشاعري واتعامل مع الاعتمادية اللي عندي خطوة خطوة.